سيدنا السلام عليكم، رمضان مبارك كريم. الحلقة ديالنا اليوم غادي تكون كيفية الشغال على عملية الضغط أو الرفع من الكتلة العضلية خلال التمارين الرياضية ديالي في رمضان. تمارين الضغط نحاول أن نخدمو السكوات 15 مرة. 1 2 3 4 5 6 7. نحاول أن ندفع الجانب السفلي للوراء. تخيل بحال انني عندي شي كرسي بعيد عليا. لا راسي 1 2 3 4. قيسك الحركة الثانية، نحاول اننا نخدمو لي فوا. 1 كونو في المستوى ديال الكتفين ديالي. 2 3 4 5 6 7. كل حركة نحاول نعاودوها 3 ديال المرات، 30 ثانية ديال الراحة ونعاودو الحركة مرة أخرى. ياك هادو جوج، نحاولو أننا ناخدو عجزان على الأشكال ديالها. 1 2. كلها إلا كان عندي نفس الوزن اللي عندي في يديا نحاولو نخدمو بها الطريقة. 1 4 5 6 7 8 9 10. تحاولوا أننا نخدموا السكوات. 1 2 3 4. الحركة الثانية حاولوا أننا نخدموا جوج ديال الأوزان، إذا ما عندناش أوزان نخدموا القنينات ديال الماء. نهبطوا 2 3 4. الوضعية كتكون بحال هكا. 2 3 4. ندوزو حركة البطن. اوكي، نحاول نخدمو اننا في هاد الحركة هادي 15 مرة. 1 2 3 4 5. الحركة الثانية كيناش 20 ثانية غادي تبقى في هاد الوضعية باري بطاد. حاول انني نزير الجوب ديالي وضعية مستقيمة. 3. الحركة الثالثة نحاولو أننا نرفعو الجلود ديالنا في هاد الوضعية ونحاولو نجيب 1 2 3 4 5. الحركة الثالثة نحاولو نحطو يدينا في هاد الوضعية ونحاولو نمشيو بالجلود ديالنا على حسب القدرة ديال كل واحد. 1 2 3 4 5. ونجي في هاد البوزيسيون هادا ونعاودو نرجعو ديناج 20 ثانية مرة أخرى. 16 17 18 19. الحركة الثالثة نحاولو نكونو في هاد الوضعية هادي، هزو لي جلود ديالنا هنايا نحاولو نمشيو عند اليسار لي يديت يرجع في هاد الوضعية هادي. الكتاف ديالي في الأرض كنطلع 1 2 3 4 5. تمام مزيان. الحركة الثالثة والأخيرة هي اللي غادي نكونو فيها في هاد الوضعية هادي، ونحاولو ندخلو اليسار ليمن اليسار ليمن. 1 4 5 6 7 8. قدروا اننا نقول لكم قدرنا اننا نكملوا التمارين ديالنا. نحاولوا اننا نواظبوا على خلال شهر رمضان هكا باش تلقى ان ولا عندك واحد المجهود بدني تقدر ينفعك من بعد شهر رمضان. ورمضان كريم على الجميع، بصحه وصحه. فطوركم